حاشا الهضر بأي طريقة ممكنة. العلي عن خيارات تشديد الإجراءات الاحترازية، نتحاشى الحظر بأي طريقة لا سيما مع وجود بدائل منها التطعيم. زيادة السعة التشغيلية سيعطي مساحة أكبر للطلبات المقدمة من الشركات سواء كانت المحلية أم الأجنبية. اليوم نتحدث عن 5000 راكب، ما في مانع أنك تزيد الرحلات، الناس تتحرك. فريق ATV يواكب رفع المطار لأعداد القادمين للبلاد، والكويتيون المطعمون لن يخضعوا للحجر في بريطانيا. قبول جميع مجتازي اختبارات مؤسسة البترول من حملة الدبلوم، والوزير الفارس يبارك ويثمن المجهود. نقل هذه الجراجات ووقف تجديد عقودها مع أملاك الدولة. في اتفاق ولكن في اختلاف على جزئية معينة. نقل 70 قسيمة من شرق إلى الشويخ الصناعية في ضوء موافقة المجلس البلدي أخيرا. إغماد حريق لنجات في مرسى الكوت بالفحاحيل وموانئ الكويت تتضامن مع دبي إثر حريق جبل علي. يونس الواحد صراحة على الحضور، فشكرا لكم. هذا ما جاء من فراغ، حضور جميل ورائع، شرفتنا. إنجاز إنه يوصل لاعب 17 سنة 18 نفس المستوى. أنت يا بدر الكويت ونورها. وفي الرياضة، ديوان أبناء خالد الضاحي يحتفي بعميد لاعبي العالم. نشرة الأخبار مع داليا الغزاوي وعلي الموسى. نشرة الأخبار من ATV العدالة، أهلا بكم. أهلا بكم. نافيا الأنباء التي تواترت حول فرض قرار الحظر في ظل التصاعد المقلق لأعداد الإصابات بكورونا، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي الحرص على تفادي اللجوء إلى فرض الحظر ضمن إجراءات مكافحة الوباء. وقد حث العلي الجميع على تلقي التطعيم ضد كورونا لا سيما في ظل المؤشرات المقلقة حول الوضع الوبائي في البلاد. احنا نتحاشى الحظر بأي طريقة ممكنة، والطرق أخرى إن شاء الله تكون بديلة للحظر، منها التطعيم. وأدعو إخواني وخواتي المبادرة بطلب التطعيم، لأن إخواننا في وزارة الصحة وأخواتي أطباء وفنيين وممرضين الله يكون بعونهم، وفعلا أنا بهالمناسبة أتقدم لهم بالشكر الجزيل على اللي قاعد يقومون فيه إخواننا في وزارة الصحة. أطبائنا يشتغلون ليل والنهار، والطاقم التمريضي يعني فعلا يشتغلون بأعلى طاقة لهم. الأرقام مقلقة جدا الحين قاعد نشوفها موجودة في المستشفيات سواء في العناية المركزة أو في الأجنحة. التوصيات لا زالت أن نبقى مثل ما إحنا، يعني ما نقدر نفتح زيادة. تصريح العلي جاء على هامش حفل تخريج كوكبة جديدة من الضباط القادة بالدورة 25 في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، والتي ضمت ضباطا من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى. وأشاد الشيخ حمد جابر العلي بحصول الكلية على الاعتماد الخاص بدورات القيادة والأركان من قبل أكاديمية الدفاع البريطانية، مثمنا الجهود المخلصة التي بذلها القائمون عليها، كما أعرب عن فخر واعتزاز الجيش بالمرحلة التي وصلت إليها كلية مبارك العبدالله. أنتوا في أرض الخير، في أرض الكويت، تفتح لكم الأذرع دائما. اللي كنتوا موجودين هذول أهلكم وإخوانكم، تدربتوا معاهم، وإن شاء الله تستكملون المسيرة كقادة مستقبل لدولكم بالتعاون مع أخوانكم في دولة الكويت. دورة الأركان هي دورة القادة، وإن شاء الله لما يرجعون يكونوا على اتصال دائم لدحر أي
عدو وأي تهديد لدولنا مشتركين. غدا أعلن الإدارة العامة للطيران المدني زيادة الطاقة التشغيلية وسعة الركاب القادمين إلى البلاد عبر المطار إلى 5000. رصد فريق ATV العدالة استعدادات المطار لمواكبة زيادة الطاقة التشغيلية. وفي المقابل فإن حركة المغادرين مفتوحة للجميع دون أي قيود، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية على كل المسافرين. إلى تقرير مراسلنا موفق العرقان. مواصلة لرفع السعة التشغيلية لمطار الكويت الدولي، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن رفع سعة الركاب القادمين للبلاد عبر المطار إلى 5000 راكب، لترتفع الطاقة التشغيلية لحركات الرحلات لتبلغ نحو 67 رحلة مغادرة وقادمة يوميا، كما أن سعة المغادرين ستكون مفتوحة للجميع دون أي قيود، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية على كل المسافرين. الإدارة العامة للطيران المدني بدأت بزيادة الطاقة الاستيعابية للركاب القادمين، ففي السابق كنا نتحدث عن 1000 راكب قادم إلى مطار الكويت الدولي، ثم تم زيادة هذه الأعداد إلى 3500 راكب قادم إلى مطار الكويت الدولي. اليوم نتحدث عن 5000 راكب، وتم زيادة هذه يعني النسبة بناء على موافقة السلطات الصحية وكذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، ونأمل بإذن الله خلال الأيام القليلة المقبلة أن تزيد السعة للركاب القادمين. أما بالنسبة للمغادرين من دولة الكويت، ليس هناك سقف محدد للمغادرة، فأي مواطن أو أي مقيم يستطيع المغادرة من غير هذه الأعداد ومن غير هذه تحديد السقف للمغادرة. حرصنا في الإدارة العامة للطيران المدني على التوازن بين طلبات شركاتنا الوطنية، سواء شركة الخطوط الجوية الكويتية أو طيران الجزيرة، وكذلك بين الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي داخل المطار، وكذلك تطبيق كل الاحترازات المطلوبة من قبل السلطات الصحية. فهذا التدرج في زيادة من 1000 إلى 3500 إلى 5000 هو الهدف من إعطاء سعة أكبر للقادمين، وكذلك بعد زيادة من تلقوا اللقاح في دولة الكويت. الإدارة العامة للطيران المدني ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يتحدث عن قبول الركاب المقيمين من 1/8 بإذن الله، ودخول كل الركاب القادمين المقيمين إلى دولة الكويت اعتبارا من 1/8، ولكن بشرط أخذ جرعتين من اللقاح وكذلك إبراز شهادة PCR قبل صعوده إلى الطائرة، إضافة إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع. وعبر نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني المهندس سعد العتيبي عن مدى اعتزازه وفخره بفوز الطيران المدني بمقعد في المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للطيران بالتزكية وللمرة الثانية على التوالي. موقف دولة الكويت وكذلك لدورها البارز في قطاع النقل الجوي، ولا شك أن هذه يعني الشهادة هي شهادة وإنجاز للإدارة العامة للطيران المدني للحصول على هذا المقعد، وبالتالي شهادة لدولة الكويت وكذلك للمسؤولين في الإدارة العامة للطيران المدني. ولاقى قرار رفع سعة التشغيلية لمطار الكويت الدولي سعادة من قبل كل من يعبر من المطار، حيث أن هذا القرار من شأنه إفساح المجال أمام أكبر عدد من ينوي السفر والعودة في الوقت الذي فرضت به جائحة كورونا العديد من الإجراءات التي أثرت على سير عمل شركات الطيران. ما شاء الله نشوف اليوم تطورات، زيادة سعة تشغيلية. إن شاء الله ظاهر بترجع الأمور طبيعية بإذن الله. إن شاء الله، المفروض هذا الشيء من زمان تأخرنا هنا، لكن الحمد لله على كل حال وإن شاء الله الوضع قاعد يتعدل شوية شوية. الإجراءات عادية، PCR والفاكسين، عندي كل شيء شهادات والحمد لله. ما شاء الله جميع إجراء تمام، كله 100 100. أحسن زود على الناس عشان خطر الحركة تزيد والناس تقدر تسافر تروح وتيجي. لا، هو قرار جميل يعني، لأن ناس كتير عايزة تسافر ومحتاجة إنها تسافر بدرة قبل العيد، قبل أجازة العيد وقبل يقضوا الأجازة. فطبعا زيادة الساعة التشغيلية دي بتخلي الناس تقبل، يبقى في قبول كتير على السفر. من ناحية الإجراءات، لا لله الحمد الأمور تمام وطيبة ومترتبة. تفتح الأجواء، عرف شون، وتعطي مجال حق الناس وتزيد يعني رحلات السفر الأفضل يعني. شوفه طالما أنت مطبق الاشتراطات الصحية وهذا، ما في مانع أنك تزيد الرحلات، الناس تتحرك، الحركة زينة. وأساس بعد هم نفسيات الناس تعبت يعني، صار يعني تحكي عن سنة ونص الناس قاعدة محكورة، لا حركة، لا يعني حتى الأطفال تأثروا. زيادة السعة التشغيلية سيعطي مساحة أكبر للطلبات المقدمة من الشركات سواء كانت المحلية أم الأجنبية، وذلك سيزيد عدد الرحلات القادمة والمغادرة،
في الوقت الذي ينتظر الجميع فيه تنفيذ قرار السماح للمقيمين بالدخول بداية من الأول من أغسطس. من مطار الكويت الدولي، وموفق العرقان، اي تي في العدالة. وقد باتت الكويت خارج القائمة الصفراء البريطانية الخاصة بتنظيم قواعد السفر من وإلى المملكة المتحدة، حيث ألغيت القائمة التي تضم 147 دولة بقرار من جانب وزير النقل البريطاني. ووفقا للقرار الذي سيبدأ تنفيذه عمليا اعتبارا من 19 من يوليو الجاري، لن يكون على المسافرين إلى بريطانيا من الكويت ممن تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لكورونا أن يخضعوا لفترة حجر ذاتي مدتها 10 أيام. وكذلك الحال بالنسبة للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع التزام جميع المسافرين بتقديم فحص البي سي آر لإثبات خلوهم من الإصابة بكوفيد 19. في سياق مختلف، أعلن وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس قبول نتائج حملة شهادة الدبلوم في التخصصات الفنية بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. وقال الفارس في رسالة موجهة إلى المقبولين من حملة الدبلوم: أبنائي حملة شهادة الدبلوم في التخصصات الفنية، يسعدني انضمامكم إلى زملائكم في القطاع النفطي، وأن أعلن لكم اليوم قبول جميع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة لدى مؤسسة البترول، والذين بلغ عددهم 589 كويتيا. وأوضح الوزير أن ذلك يأتي انطلاقا من دعم ورعاية الشباب لخدمة وطنهم ودفع عجلة التنمية في البلاد، كما ثمن جهود العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة على جهودهم الحثيثة وتعاونهم المخلص في توفير شواغر وظيفية إضافية مكنت من استيعاب جميع من اجتاز اختبارات القبول في مختلف مراحله. تستعد منطقة الشويخ الصناعية لاستقبال عدد من ورش تصليح المركبات التي سيتم نقلها من منطقة شرقة بناء على توصية الأمانة العامة لمجلس الوزراء. الموقع الذي يضم مسلخ العاصمة القديم سيكون مقر القسائم الجديدة، وذلك في ضوء موافقة لجنة العاصمة في المجلس البلدي. إلى تقرير خالد الفارس. قبل نقل مسلخ العاصمة إلى منطقة الري، كان يقع في منطقة الشويخ في الجهة المطلة على الدائر الرابع السريع، وقد يستغل حاليا ليكون بديلا عن المنطقة الصناعية في شرق، ويتم نقل الكراجات إلى هذا الموقع بمعدل 70 قسيمة. وقد وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن. كان في قرار لمجلس الوزراء بنقل هذه الكراجات ووقف تجديد عقودها مع أملاك الدولة، إلا أن أخذت مدة معلق الموضوع، يعني لا هم قاعدين يجددون مع عقود أملاك الدولة ولا هم يعني انقلوا لأماكن ثانية. للأسف يمكن كورونا أثرت على هذا الموضوع وأخرت الموضوع وخلت الناس معلقة في هذه الكراجات. الآن عرض عندنا باللجنة بالمجلس البلدي قرار نقلهم إلى شويخ، علما بأن هذه المنطقة كانت مخصصة يعني على حد علمي تخزينيا، فتم تغيير الاشتراط مالها إلى أن تكون فيها كراجات وغيرها. تبقى الكرة في ملعب الإخوان في هيئة الصناعة بأن يسرعوا في نقل هذه العقود من شرق إلى شويخ على أن تفضى هذه المنطقة. وعلما يعني يمكن كان في تصور اللي يونا الإخوان بالمجلس وعرضوا علينا أن تكون هذه كلها حدائق مكان الكراجات الموجودة من ضمن الحزام الأخضر اللي المفروض أنه يكون موجود داخل العاصمة. ما بين الزحمة اللي قاعدة تصير ما بين العاصمة إلى تشيلهم لشويخ، يعني أنت قاعد تشيل من المكان المزدحم إلى الأقل ازدحاما. نعم أن الوضع صعب أن تنقل لشويخ، لكن أنت بالنسبة لك العاصمة قاعد طالع هذه الكراجات في مكان مميز داخل العاصمة على أن تشيلها توديها لشويخ، هو من على قولتهم ما بين السيء والأسوأ. لا، أنا الأسوأ عندي أن تكون داخل العاصمة الكراجات هذه الموجودة، أشيلها ووديها لشويخ إيه نوعا ما علما
بأن هذه الأرض مخصصة، فرحنا يمين ورحنا يسار كانت راح تكون مخازن. الخلاف لا يزال قائما في المجلس البلدي نحو الإبقاء على مكان المسلخ واستغلال موقع آخر ليكون بديلا عن كراجات شرق، حيث إن هذه المنطقة كانت ستخصص للتخزين قبل طرح هذا الأمر. في اتفاق ولكن في اختلاف على جزئية معينة. الجزئية الأولى والأهم اللي هي إيجاد مكان بديل غير الشويخ الصناعية، وهذا يعني الموضوع يعني راح يتم طرحه الآن مناقشته، واحتمال هم يتم يعني أخذ رأي الأخوة في الجهاز والرد منهم. الأمر اللي متفق عليه تقريبا هو يعني إيجاده في شويخ صناعية. الإشكالية هي وجود مسلخ في شويخ صناعية، فهل المطلوب إلغاء وإزالة المسلخ الحالي، أو أنه يتم وضع يعني الجراجات الحالية مع وجود أو إبقاء المسلخ الحالي؟ أعتقد المناقشة الآن راح تتم، وأعتقد التوجه راح يكون أنه إبقاء المسلخ على ما هو عليه، بحيث تكون في تنوع، نوع من التنوع في الأنشطة في هذه المنطقة، مع استغلال المسلخ لأهميته في هذه المنطقة. من ضمن المقترحات اللي هي قريبة أن تكون دوائر حكومية، في مقترح آخر تكون حدائق. كلا المقترحين أنا أعتقد نحن بحاجة إلى هالأمرين، سواء كان دوائر حكومية أو حدائق عامة يعني تنفع المواطنين. بالنسبة لوجود الجراجات بهذا الشكل يعني بطول الدائرة الرابعة، أنا أعتقد المنظر غير لائق، بينما إذا صار فيه تنوع في الأنشطة أنا أعتقد ممكن حتى تنوع الحاجة عند المواطنين، سواء كانت سواء المسلخ أو يعني ممكن جراجات أو أي صيانة أو أي كان من هذا الأمر. ويبقى التساؤل مطروحا نحو مستقبل هذه المنطقة وكيف يمكن استغلالها، خاصة مع وجود نية لتطوير طريق الدائر الرابع السريع بالتزامن مع نقل ورش تصليح المركبات واستغلال المنطقة في التخزين. لقناة ATV العدالة، خالد الفارس. الإدارة العامة للجمارك أعلنت عن تمكن إدارة الموانئ الجنوبية بميناء الشعيب من إحباط محاولة إدخال 25 ألف كيس من مادة التمباك كانت مخبأة داخل طرود في حاوية أسفلت. وقالت الجمارك إن رجال مراقبة التفتيش والاستيداع اشتبهوا في حاوية بحجم 40 قدم تحوي على أسفلت وصلت إلى ميناء الشعيبة وبلد المنشأ الهند، حيث تم تحويلها إلى جهاز الفحص بالأشعة وتفتيشها بدقة. وأوضحت أنه تم العثور داخل الحاوية على 36 طردا يحتوي على 16 منها على لفائف مادة التمباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن، حيث تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة. أخمدت فرق الإطفاء والإنقاذ البحري فجر اليوم حريقا اندلع في 3 لنجات للصيد متوقفة بمرسى الكوت بالفحيل، وفور ورود البلاغ توجهت على إثره زوارق الإطفاء من مراكز الشعيبة والسلمية للإطفاء والإنقاذ البحري وفرقة من مركز الفحيل. ولدى وصولها قامت فرق الإطفاء بعزل اللنجات المحترقة وإبعادها عن باقي اللنجات الراسية، كما باشرت بمكافحة الحريق ونجحت في السيطرة على الحادث دون وقوع أي إصابات، وباشرت فرق التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الحريق. من جهة ثانية، أعرب رئيس اتحاد الموانئ العربية ومدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله عن تضامنه مع الإمارات العربية المتحدة وموانئ دبي العالمية جراء حادث الحريق بإحدى السفن الراسية في ميناء جبل علي،
وأكد العبد الله الوقوف إلى جانب الأشقاء في الإمارات معربا عن كامل ثقته بقدرة الإمارات وموانئ دبي العالمية وإمكانياتها في التعامل مع الحادث بوقت قياسي. هذا وتحقق سلطات دبي في أسباب انفجار تسبب بحريق على متن سفينة حاويات تحمل مواد قابلة للاشتعال في أحد أكثر موانئ العالم ازدحاما وأحدث أضرارا، لكنه لم يسفر عن إصابات أو وفيات. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه تم إطفاء حريق نشب الليلة الماضية على سفينة حاويات في ميناء جبل علي بالإمارة بعد حدوث انفجار في حاوية على متنها. وأضاف إن الحريق نشب في حاوية بها مواد قابلة للاشتعال، ووصفت الأمر بأنه حادث طبيعي. أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري افتتاح جسر دائم بطريق جاسم الخرافي الدائر السادس غدا الجمعة. وأقلت الهيئة أن الجسر سيكون باتجاه المسيلة بطول 1.3 كيلومترات، ويعتبر ضمن تطوير مشروع جنوب السرة، حيث سيحقق الانسيابية المرورية للدخول من الطريق الخدمي في الدائرة السادس باتجاه المسيلة إلى منطقتي الشهداء والوزارات. النشرة متواصلة وفيها بعد قليل. البورصة تنهي تداولات آخر الأسبوع على انخفاض المؤشرات الثلاثة. من جديد أهلا بكم. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 20.17 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.32%. هذا وقد تم تداول كمية أسهم بلغت 176,900,000 سهم بقيمة نقدية بلغت 33,500,000 دينار، تمت عبر 9,384 صفقة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 36.16 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 14.20 نقطة. أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط أن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع $2.36 للبرميل، ليبلغ 73.58 دولارا للبرميل. وقالت نشرة أنباء أوبك أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 41.47 مليون للبرميل، واعتبرت أن أسعار النفط الحالية مرتفعة نسبيا مقارنة بالسعر الذي كان سائدا قبل عامين، حيث يعزو مراقبون نفطيون مساوى الأسعار الحالي بشكل أساسي إلى احتمال تأثرها بحدوث انتعاش اقتصادي قوي يعتمد على الحملات التي تقوم بها الدول لتقديم التطعيمات ضد فيروس كورونا. نشرتنا متواصلة وتتابعونا في الرياضة بعد الفاصل. ديوان أبناء خالد الضاحي يحتفي بالنجم بدر المطوع. أهلا بكم. كرم ديوان أبناء خالد الضاحي قائد المنتخب الوطني لاعب فريق القادسية بدر المطوع بمناسبة حصوله على لقب عميد لاعبي العالم برصيد 185 مباراة دولية. وشهد الحفل حضور عدد كبير من الرياضيين وعشاق النجم الكويتي. نتابع هذا التقرير. قام محبي نادي القادسية في ديوان أبناء خالد الضاحي بتكريم النجم بدر المطوع بمناسبة اعتلائه قائمة أكثر لاعبي العالم مشاركة في المباريات الدولية، وأصبح المطوع عميد لاعبي العالم بعد أن شارك ب 185 مباراة دولية. كل الشكر على
قائمين على هذا التكريم. أبناء الجميع ما قصروا صراحة. نشكر السيد العضو مبارك العرو على حضوره وتكريمه، نشكر السيد محمد براك المطير على تكريمه، نشكر السيد فهد البكر أيضا على حضوره وتكريمه لي اليوم. ما قصروا صراحة، تكريم أكثر من رائع، والشكر أيضا موصول على الحضور الكريم اللي كان موجود اليوم من لاعبين ومن فنانين ومن جميع يعني المستمع، يعني صراحة يعني شيء كان يونس الواحد صراحة على هالحضور، فشكرا لكم وما قصرتم. مشكور يا بدر على حضورك، مشكور على التميز اللي ميزت الكويت كله من خلال الرقم القياسي اللي انت عملته هذا 185، هذا ما جاء من فراغ، يا من الحمد لله من جهد جميل انت وزملائك اللي عملته. اشكركم واشكر زملائي اللي معاي اللي قاموا على هذا الحفل الموجود. عانق الامجاد يا وجه السعد، انت يا بدر الكويت ونورها، ما ذخرت الجهد خدمه للبلد، تشهد الصيحات من جمهورها، كم وعدت وصمت بالفعل الوعد، والرجال انجازها بحضورها، في عرين المنتخب كنت الاسد، والرياضه فاه من دستورها، وفي صفوف القادسيه وش بعد، طبك اهدافك، طبها اهدافك ايا دكتوره، ارتفع للخيم يا ابن البلد، ارتفع للغيم يا ابن البلد، انت يا بدر الكويت ونورها، ما ذخرت الجهد خدمه للبلد، تشهد الصيحات من جمهورها. هذا التكريم طبعا انا اعتبره تكريم خاص واجتهادات خاصه من ابناء المرحوم الضاحي وياهم الاستاذ عبد الرحمن العقل، وفي اسماء كريمه كندري محمد، هالمجموعه الطيبه اللي سووها تكريم انا اسميه المتواضع، لكن حضور جميل ورائع. شرفتنا، انجاز ينحسب لنا احنا، حضوره شرف. يمكن احنا المجموعه اللي هذا اللي قدرنا عليه، هذه إمكانياتنا، أهم شيء جمعتنا، شفنا بدر قدامنا، أن نعطي صورة أن نجم نفس بدر يستحق التكريم، إنجاز تاريخي بالنسبة لنا. الإنجاز أنه يوصل لاعب 17 سنة 18 سنة نفس المستوى، فهذا اللاعب يبين لك أنه أسطورة حية بالدوري الكويت. في لاعبين عندنا على مستوى الخليج والعرب يلعب موسمين ثلاث مواسم والناس ما تنساهم، فما بقولك واحد يقعد أكثر من 17 سنة نفس المستوى، فبدر المطوع يبقى هو الأسطورة الخليجية لا الحمد موجودة عندنا بالكويت. الأمانة بدر يستحق صراحة، يعني إنجاز، استمرارية، يعني من أفضل لاعبين على مستوى آسيا لسنين كثيرة للأمانة، وهذا أقل شيء صراحة التكريم اللي قاعد يحصله الحين. يعني وشهد حفل التكريم حضور عدد من زملاء بدر المطوع في القادسية والمنتخب، وشخصيات رياضية وفنية وسياسية، وشخصيات أخرى أيضا شاركت في حفل تكريم النجم بدر المطوع. وبهذا وصلنا معكم لنهاية النشرة، وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما في انتظار آرائكم ومشاركاتكم بإرسال مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب فقرة تفاعلات. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.